سائل وده البلازما خلاص الجزء الاصفر ده كلير يلوش فلويد خلاص ده اسمه البلازما مش لونه احمر اللون الاحمر ده بسبب السيلز هي احنا عندنا بلازما وعندنا سيلز البلازما انا عندي لو واحد هو واحد وزنه مثلا 70 كيلو ادلت نورمال ادلت بيبقى الدم بتاعه حوالي 5 لتر لو هو ادلت ميل 5 لتر 5 لتر دول 55% منهم بلازما يعني ازيد من النص بحاجه بسيطه يعني النص 2.5 خلاص حوالي 3 لتر ماشي او 3 لتر الا حاجه بسيطه بلازما وال2 لتر وربع وكده خلاص دول سيلز السيلز بقى عامل لي ار بي سيز ار بي سيز ده المين كومبوننت بتاع السيلز هي بتتكون من لي انا دلوقتي كل القياسات بتاعتي يا جماعه بشوفها في الكيوبيك ملي متر كيوبيك ملي متر يعني ملي متر مكعب قياسات الدم عندي في بالكيوبيك ملي متر ما عدا الهيموجلوبين بس بقيسه في الدي سي لتر يعني ايه كيوبيك ملي لتر يعني ايه ملي متر مكعب ده حجم مايكرو لتر برافو لا المايكرو لتر بس هو ايه يعني متر بالطول متر قصدي ملي متر بالطول وملي متر بالعرض وملي متر بالارتفاع يعني ملي في ملي في ملي عارف ايه الملي بتاع المسطره الصغير ده ملي في ملي في ملي حاجه صغيره خالص ملي في الطول وملي في العرض ملي في الارتفاع ده 5 ده ملي متر مكعب ده اللي انا بشوف فيه كل عدد الار بي سيز والبليتلت البليتلت اللي هي الصفائح الدمويه ها والايه وايت بلاد سيلز الار بي سيز لما اجي الاقي العدد بتاعها الاقي ان هو حوالي 5.5 مليون في الكيوبيك ملي متر في الملي متر المكعب ده الكيوبيك ملي متر هو المايكرو لتر لو احنا شفناه مايكرو لتر خلاص طيب البليتلت العدد بتاعها 150,000 ل 400,000 فين في قد ايه؟ ما انت قلت العدد في قد ايه؟ والملي متر المكعب خلاص؟ الوايت بلاد سيلز بقى ده البليتلت الوايت بلاد سيلز خلاص من 4000 ل 11000 شايفين عدد صغير خالص ازاي؟ يعني 5.5 مليون 5.5 مليون ده عدد الار بي سيز البليتلت بقى مش مكمل سدس مليون او ربع مليون خلاص الوايت بلاد سيلز ماشي او الليكوسايت حاجه لا تذكر بقى 4000 بالنسبه 5 مليون ونص خلاص حاجه لا تذكر فانت ملي ار بي سيز العدد ملي ار بي سيز خلاص يبقى احنا قلنا الكومبوننتس بتاعت الدم بتاعنا لا انا فتحت المحاضره الثانيه في بلوت كومبوننت حافظها لكم يا جماعه هو ليه النور كده عامل كده ليه؟ عشان الشمس طيب الار بي سيز يا شباب الار بي سيز الكاونت بتاعها احنا بنتكلم عليها ار بي سيز اختصاره ايه؟ ريد بلاد كورباسلز كورباسلز ليه مسميها كورباسل كرات مش مسميها خلايا الدم البيضاء مثلا زي خلايا الدم البيضاء ورايا بلاصه ليه نوايا غير حقيقيه قصدي خلايا غير حقيقيه ما فيهاش نواه ما فيهاش نزول ما فيهاش ميتوكوندريا ما فيهاش نواه ولا احنا بنقول عليها كرات الدم الحمراء مش خلايا الدم الحمراء العدد بتاعها 5.5 مليون بير كيوبيك مليمتر ده في الميل في الفيميل اقل شويه بيبقى 4.8 4.8 طبعا الدايمتر بتاعها والسايز بتاعها ما يهمنيش يهمني بس ان هي شكلها باي كونكيف شيب شكلها كده ايه يا جماعه؟ باي كونكيف باي كونكيف عامله زي الكوره كده كره القدم لما تكون فشه فش هوا طب كره القدم الفشه دي تستحمل تغيرات في الفوليوم اكتر ولا اللي منفوخه؟ الفشه دي هي اللي تستحمل تغيرات في الفوليوم تقدر تتنفخ من غير ما يحصل لها رمش لكن المنفوخه دي لو زودت الفوليوم بتاعها كمان هيزود التنشن على الممبرين لغايه ما يحصل ايه؟ رابتشر فانت المفروض الخلايا بتاعتي بتتصنع من الار بي سيز بالشكل ده ماشي هي الاستيك مرنه تستحمل تغيرات في الفوليوم ماشي باي كونكيف يعني مكعره من الناحيتين كده ليه؟ لان هي بتبقى ماشيه في الارتري شكلها كده بصوا يا جماعه شكلها في الارتري كده بتبقى شايله اكسجين على الهيموجلوبين اللي موجود فيها تمشي وهي في الارتري تروح هنا في الكابيلاري تدي الاكسجين ده للتشو صح؟ ادي الكابيلاري تدي الاكسجين وتاخد منه مين؟ كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون الكربون دايوكسيد
كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده وهو داخل الار بي سيز داخل ياخد معاه ميه كمان. ياخد معاه ميه ويحصل تفاعل جوه هنا في الار بي سيز. ثاني اكسيد الكربون يتفاعل مع الميه يكون كربونيك اسيد. يكون كربونيك اسيد اللي هو H2CO3. وبعد كده يحصل ديسوشيشن. ديسوشيشن يعني الحل. خلاص؟ ده حمض غير ثابت. حمض ضعيف. خلاص؟ يدي هيدروجين ايونز وبايكربونيت. خلاص؟ طيب انا تخلصت من نواتج التفاعل. ماشي؟ البايكربونيت بيطلع بره، فاسحب تاني ثاني اكسيد الكربون وميه تاني. اسحب ثاني اكسيد الكربون وميه تاني، اشيل اكتر اكتر، ويفضل الار بي سي بقى ماشيه في الفين بالشكل ده. منفوخه في الفين. تروح عند اللانك تعكس التفاعل. تعكس التفاعل يعني الهيدروجين ايونز يتحد مع الكربوهيدرات مع البايكربونيت، انا اسف، مع البايكربونيت ويدي كربونيك اسيد. كربونيك اسيد يدي سي او 2 وايه؟ وبخار ميه. السي او 2 وبخار ميه ده يطلعوا في عمليه الايه؟ اكسبيريشن، عمليه الزفير. خلاص؟ وهكذا. ماشي؟ يبقى انت شايل وانت رايح في الارتري ماشي شايل اكسجين، وتبقى الخليه شكلها صغير. خلاص؟ تروح عند التشو تسيب الاكسجين وتاخد مين؟ ثاني اكسيد الكربون. خلاص؟ ثاني اكسيد الكربون ده عشان يتفاعل عايز هيدريشن، هيدريشن عايز ميه. تشد وتشد مين؟ الميه. يحصل لها سويلنج. يبقى حجمها في الفين اكتر ولا في الاكبر ولا في الارتري اكبر؟ في الفين اكبر. خلاص يا جماعه؟ فاحنا عايزين الار بي سيز بتاعتي تبقى ريجيد ولا تبقى الاستيك؟ لاستيك. لاستيك مرنه. خلاص؟ العمره يبقى احنا قلنا ان هي باي كونكيف نون نيوكليتد. نون نيوكليتد يعني ما فيهاش دواء. ديس. خلاص؟ ات ريزلت مينيمال تنشن، مينيمال انكريس في التنشن، يعني يزيد الشد على الممبرين حاجه بسيطه لو زودت الفوليوم. خلاص شباب؟ طيب اللايف سبان بتاعها هيتعيش قد ايه؟ 24 يوم. 120 يوم. بتعيش 120 يوم زائد الاضواء السبع ايام. عشان في حاجات كتير عايزين نقسمها. بتعيش زائد الاضواء ايه يا جماعه؟ 7 ايام. جواها ايه؟ جواها هيموجلوبين. الكومبوننتس بتاعتها مهمة. موجودة يا شباب ال ار بي سيز. لو جبت ار بي سيز اهي هنلاقي فيها هيموجلوبين. الهيموجلوبين بيشغل حوالي تلت الخلية. جواك 34% من الخليه هيموجلوبين. تمام؟ 34% هيموجلوبين. وفي انزيم انا عاوز لسه قايله دلوقتي اسمه كربونيك انهيدريز انزيم. كربونيك انهيدريز انزيم ده بيحفز التفاعل اللي هو بيحصل مين؟ كربونيك جايه من كربونيك دايوكسيد. كربون دايوكسيد ها؟ هيدريز يعني بيعمل هيدريشن. بيحفز تفاعل مين مع مين؟ ثاني اكسيد الكربون مع مين؟ مع الميه عشان يتحدوا مع بعض. عايز كربونيك انهيدريز انزيم. ويدي لك H2CO3 كربونيك اسيد. والكربونيك اسيد بعد كده ينحل لمين؟ لهيدروجين ايونز وبايكربونيت. انا الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي هي الدواخل الداخله اللي في التفاعل تخلصت منها وركبت حاجات ثانيه، كونت حاجات ثانيه، فاسحب ثاني اكسيد اكتر، ها؟ ثاني اكسيد الكربون وميه اكتر، فالخليه يحصل لها سويلنج اكتر وهكذا. خلاص يا شباب؟ ثالث حاجه المين كاتاين في اي خليه من جوه اللي هو البوتاسيوم. ده المين انتراسيلر كاتايون. طب مين المين انتراسيلر الاكسترا سيلر كاتايون؟ صوديوم. برافو. لكن ده زي اي خليه المين انتراسيلر كاتايون هو مين؟ البوتاسيوم. يبقى فيها ثلاث حاجات مهمه جدا، هيموجلوبين، ها؟ وايه ثاني؟ بوتاسيوم وكربونيك انهيدريز ايه؟ انزيم. طيب الهيموجلوبين مهم. الهيموجلوبين بيتكون من 4 سب يونت. يبقى انت الهيموجلوبين مولوكيول بيتكون من 4 سب يونتس. يعني ايه 4 سب يونتس؟ وحدات صغيره. كل وحده بتتكون من هيم. انتوا خدتوا الكلام ده في الكيمياء؟ ها؟ لا. ايه؟ لا يا دكتور. بصوا يا جماعه ده دي كل واحده من دول من الاربع، شايفين الاربع حلقات دي؟ دي اسمها بايرول رينج. اسمها ايه؟ بايرول رينج. الاربعه يمسكهم في بعض كده، الاربعه الاحمر اللي انا راسمهم دول اسمها بروتو بورفيرين رينج. اسمها ايه؟ بروتو بورفيرين رينج. بروتو
بورفيرين رينج. بروتوبورفيرين يبقى دي اسمها بايرو رينج، الواحده اسمها بايرو رينج، الاربعه ما يمسكوا في بعض اسمها بروتوبورفيرين رينج. خلاص، اما يمسك فيها ايرون حديد في التكافؤ الثاني، يعني فرس اير تمسك في السنتر بتاعها وفرس اير واحده فرس اير، بقى ده اسمه هيم. بقى اسمه ايه يا جماعه؟ هيم. بقت اسمها هيم. يبقى الهيم بتتكون من ايه؟ من بروتوبورفيرين رينج وفرس اير. خلاص، ودي بولي بوبتايد تشين، سلسله من الامينو اسيد، سلسله من الامينو اسيد. اي بروتين بيبقى ليه كام اند يا جماعه؟ تو اند. الاند اسمه ايه؟ كربوكسيل جروب او كربوكسيل اند. وايه؟ امين اند وكربوكسيل اند، صح؟ كربوكسيل اند وامين اند. يبقى دي وحده، دي اسمها سابيون، دي اسمها سابيون. عندي في كل مولكيول كام واحده منها؟ اربعه. يبقى انا عندي اربعه هيم واربعه بولي بيبتايد تشين في كل مولكيول. اربعه، ادي ادي ادي، دي اسمها هيم. هيم اتكونت ازاي؟ الهيم اربعه بايرو رينج مسكوا في بعض، بقى اسمها بروتوبورفيرين رينج، ومسك فيها سنتر فرس اير حديد في النص في التكافؤ الثاني، بقى اسمه ايه كده؟ دلوقتي بقى اسمه هيم. ومسك فيه بولي بيبتايد تشين، يعني سلسله من الامينو اسيد، بقى اسمه ايه؟ هيموجلوبين سب يونت. في اربعه من دول بقى، في كل مولكيول في كام؟ اربعه من دول. خلاص؟ طيب، الهيموجلوبين ده بقى اسم الهيموجلوبين في الدي سي ليتر. يعني ايه دي سي ليتر؟ انا قلت لكم قبل كده يعني ايه دي سي. مقطع دي سي يعني ايه؟ عشر. عشر. دي سي يعني عشر. ليتر يعني ايه ليتر؟ عشر لتر. اللتر كام ملي يا جماعه؟ كام سنتي؟ اللتر كام ملي؟ لتر 1000 ملي؟ لتر 1000 ملي؟ صح؟ عشر بيبقى كام؟ 100 ملي. برافو، 100 ملي. يبقى انت الدي سي لتر يساوي ايه؟ 10 لتر يساوي 100 مل. خلاص؟ هو الهيموجلوبين انا بقيسه في الدي سي لتر. الهيموجلوبين انا باخد بعينه صغيره طبعا، وبشوف العينه دي كام قد ايه، وبعينها واحسب بقى يبقى في ال 100 مل قد ايه؟ الهيموجلوبين قد ايه يا جماعه؟ الهيموجلوبين الميل بيبقى 15 ل 16 جرام بير دي سي لتر. جرام. خلاص؟ ده بالجرام، الوحيد اللي في الدم بيتقاس بالجرام، حاجه كبيره بالجرام. الهيموجلوبين والبلازما بروتين. الهيموجلوبين والبلازما بروتين، الفيميل ده الميل. طبعا الفيميل لان عدد ار بي سيز بتاعها اقل، يبقى الهيموجلوبين بتاعها اقل، يبقى الهيموجلوبين بتاعها 13 ل 14، الرقمين اللي قبليها جرام بير دي سي لتر. مسموح لي زائد او ناقص 2.5 من القيمه دي. يعني انا مش مثلا واحد راجل راح عمل تحليل لقيته 14.5 اقول له ان انت عندك انيميا، لا. ماشي، 2.5 اما اطرحها من ال 16 تبقى كام؟ 13.5، واما اضيفها على 16 تبقى كام؟ 18.5. يبقى الرينج بتاع الميل من 13.5 ل 18.5. 13.5 ل 18.5. طب الفيميل 2.5 اما اطرحها من 14 11.5، واما اضيفها 16.5. يبقى الرينج بتاع الفيميل من 11.5 لكام؟ ل 16.5. اقل من كده يبقى ده عنده انيميا. طيب الهيموجلوبين لما اتكلم عليه، يبقى احنا اول حاجه الهيموجلوبين قلت عليه الكميه بتاعته، الاماونت بتاعته، ولازم اي كميه بعرفها واعرف التمييز بتاعها في قد ايه. يعني انت الار بي سيز، الار بي سيز البلاتلت اللي هو البلاد سيل بقيس العدد فين؟ مليمتر مكعب. لكن ده بشوف الكميه في قد ايه؟ دي سي لتر، في الدي سي لتر، في ال 100 مللي، في ال 100 مللي. خلاص؟ هبقول لكم الوحدات دي بس اخليها في اللاب عشان ما نضيعش وقت. انا عندي الهيموجلوبين مولكيول فيها اربعه سب يونت، اللي انا راسمها دي سب يونت منهم واحده، فيها هيم وبولي بيبتايد تشين. الهيم بتتكون من ايه؟ من، لا مش ضروري فور هيد، مش فور بايرون خلاص، لا بروتوبورفيرين رينج وسنترال فرس اير. سنترال فرس اير حديد في التكافؤ الثاني، لازم يبقى في التكافؤ الثاني. طيب ودي بولي بيبتايد تشين، يبقى انا عندي في المولكيول كام بولي بيبتايد تشين؟ اربعه. برافو. كام هيم جروب؟ أربعة. كام في الرسايل؟ أربعة. هو رقم الحظ بتاعي أربعة، يعني لو حد ناسي يبقى أربعة. خلاص؟ أربعة هيم وأربعة بولي بيبتايد تشين وأربعة فيروس أير. تمام. الأربعة بولي بيبتايد، الأربع سلاسل دول خلاص؟ كلهم على بعض اسمهم جلوبين. مش إحنا هيم وجلوبين؟ هيم في أربعة هيم. الجلوبين اللي هم الأربعة بولي بيبتايد تشين، الأربع سلاسل البروتينات اللي في المولكيول، كلهم دول الجزء البروتيني بتاع الهيموجلوبين.
خلاص؟ ودول بنسميهم جلوبين. طيب الهيموجلوبين دول يا جماعه بيبقى الهيموجلوبين مولكيول كل واحد بيبقى فيه 2 الفا و2 بيتا. 2 الفا و2 بيتا ده بناء على التسلسل بتاع الامينو اسيد. التسلسل بتاع الامينو اسيد يعني مثلا الفا بدا بايه؟ بهستادين، وبعد كده مثلا فينايل الانين، وبعد كده مثلا اي حاجه تاني، تمام؟ يبقى ده التتابع اللي هيبدا بالاستادين وبعد كده الفينايل الانين وبعد كده السيكونس المعين ده يبقى اسمه الفا. طب اللي هتبدا بالفينايل الانين وبعد كده الاستادين وبعد كده ده يبقى اسمه بيتا. خلاص؟ يبقى احنا عندنا 2 الفا و2 بيتا حسب التتابع السيكونس بتاع الامينو اسيد. طب افرض في واحد بدا مثلا بالتريبتوفان مثلا امينو اسيد تاني خالص، خلاص؟ يبقى ده ايه؟ ده مختلف، مختلف معرفوش. انا عندي 2 الفا و2 بيتا، وانا الهيموجلوبين لو انا عندي 2 الفا وهيموجلوبين 2 بيتا بيبقى اسمه هيموجلوبين ايه؟ هيموجلوبين ايه ده يعني ادلت هيموجلوبين، ادلت هيموجلوبين يعني انا الهيموجلوبين بتاعي بيبقى 2 بولي بيبتايد الفا و2 بولي بيبتايد بيتا، خلاص؟ طيب الست الحامل ستة اهي وحامل في طفل صغير. طيب ومين اللي بياخد، مين اللي بياخد اكسجين من التاني؟ الطفل اللي بياخد من الام، ولا الام اللي مستنيها تحمل فتاخد من الابن شويه اكسجين؟ خلاص الابن هو اللي بياخد من الام، خلاص. فانا عايز مين اللي ليه افينيتي اكتر للاكسجين؟ مين اللي ليه افينيتي؟ افينيتي يعني يشد، افينيتي الفيتا الهيموجلوبين، صح؟ الفيتا الهيموجلوبين انا عايز ليه افينيتي اعلى، خلاص. فالهيموجلوبين بتاع الفيتاس ده هيموجلوبين اف، اف نسبة الى مين؟ فيتا الهيموجلوبين ده 2 الفا و2 جاما، 2 الفا و2 جاما. الجاما ده بسبب ان انت طبعا ان الهيموجلوبين بيبقى شكله كده، انا بيبقى شكله ده بيبقى البولي بيبتايد تشين بتبقى لفه على الهيم كده، فبسبب شكلها او شكل السلسله اللي هي جاما دي بيبقى احنا عندنا الاكسجين لما بيجي يمسك يا جماعه في المولكيول بيمسك فين؟ في الفيروس اير. بيمسك فين؟ الفيروس اير. فبسبب الكونفجريشن بتاعه والشكل بتاعه خلاص بيخليه يحتفظ او يشد الاكسجين اكتر، فعشان كده الفيتا هيموجلوبين ده ليه افينيتي اعلى من الادلت هيموجلوبين. ما هي دي هيموجلوبين ايه، صح؟ والطفل هيموجلوبين اف. مين اللي ليه افينيتي اكتر؟ الاف. خلاص يا جماعه ده هيموجلوبين اف اللي هو فيتا هيموجلوبين ليه افينيتي اكتر للاكسجين. طيب الطفل هو بيبقى مولود بيبقى هيموجلوبين اف، يبقى هيموجلوبين اف. طيب خلاص اتولد بقى ونزل، خلاص البون مارو يبدا يصنع مين؟ ار بي سيز. هيموجلوبين ايه؟ هو بيصنع ار بي سيز، ماشي. هيموجلوبين ايه اللي هو فيها 2 الفا و2 بيتا، خلاص. يبدا يتحول الهيموجلوبين بتاعي من هيموجلوبين اف لهيموجلوبين ايه في كام شهر؟ حد شاطر يقول لي؟ اربع شهور. برافو، اربع شهور، صح؟ لان انت الار بي سيز اللي هو اتولد بيها دلوقتي خلاص هتقعد اربع شهور، صح؟ واللي بدا يصنع جديد بدا يصنع، خلاص. ودي بعد اربع شهور هتبدا تتكسر لغايه اربع شهور خلاص كلها انتهت، خلاص. ويبقى الدم كله بقى ريبليسد بالدم الجديد بقى، خلاص. فانت الفيتا هيموجلوبين، الهيموجلوبين اف ده بيبقى ريبليسد بالهيموجلوبين ايه بعد كام شهر من الولاده؟ اربع شهور. طب في ابنورمال هيموجلوبين، ابنورمال هيموجلوبين تلاقي مثلا حاجه اسمها ثلاسيميا، مرض اسمه ثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط. فبنلاقي ان الراجل ده ابسنس اوف الفا او بيتا، يعني مش موجود خالص، او ديكريز نمبر، بدل ما هي 2 الفا و2 بيتا يبقى 2 الفا و1 بيتا مثلا، خلاص. دي تجيب له مرض اسمه ثلاسيميا، ده ديكريز او ابسنت بولي بيبتايد تشين، يبقى هي موجوده بنفس السيكونس بتاعها بس لا اما مش موجوده خالص لا اما عدد قليل، صح؟ يبقى انت في ديفكت في الهيموجلوبين. يعني النوع الثاني اسمه سيكل سيل انيميا، سيكل سيل انيميا، سيكل سيل انيميا او الهيموجلوبين اس نسبه الى سيكل سيل، خلاص. بنلاقي ان انت في ابنورمال سيكونس بقى، ابنورمال سيكونس يعني مش الالفا ولا البيتا. ده تلاقي الخلايا ايه؟ الخليه اما انا اتعرض للو اكسجين تنشن، يعني انا مثلا لو طلعت فوق جبل انا عارف اما بطلع فوق جبل بيبقى الكونسنتريشن بتاع الاكسجين اقل، لو عملت اكسرسايز وانا بلعب ماتش كوره خلاص برضو الاكسرسايز بتاعي يخلي الاكسجين اقل، خلاص. نلاقي ان الار بي سيز بتاعتي عشان الهيموجلوبين بتاعها ابنورمال يبدا يترسب كده في الايه؟ في السيل ممبرين، يترسب يعمل حمل على الممبرين كده، وبالتالي يحصل لها رابتشر، الخليه بتاعته تتكسر بسرعه،
اسمها سيكل سيل انيميا اللي هي الخليه خلايا المنجليه. طيب عايز بقى سؤال مهم جدا يا جماعه اللي هي الرياكشن بتاع الهيموجلوبين، سؤال نظري خلاص، الرياكشنز بتاعه الهيموجلوبين. خليكم معايا يا شباب، الهيموجلوبين اول حاجه بيمسكها مين؟ اول حد بيمسكه مين؟ الاكسجين. ده هو حتى تعريف ان كام في الميه من الاكسجين اللي من اللنج عايز هيموجلوبين عشان يروح للخلايا؟ 98% من الاكسجين ما يعرفش يمشي من غير الهيموجلوبين. فهو حتى من تعريف الاكسجين الهيموجلوبين، انا اسف، الهيموجلوبين يا جماعه هو اللي لونه احمر، لونه احمر نتيجه الفرص الحديد في التكافؤ الثاني يبقى لونه احمر. خلاص؟ لونه احمر. انا لو عديت مثلا في جبال، مش انا ممكن الاقي جبال لونها احمر كده عن بقيه الجبال، احمر جامد عن بقيه الجبال، ده بيبقى فيها محتوى من الحديد اكتر من الثانيه، اكتر. هو الحديد ده اللي بيدي اللون الاحمر، فين الحديد اللي هنا؟ في الهيم. فالهيموجلوبين هو اللي عاطي اللون الاحمر للار بي سيز، وبالتالي انا الدم بتاعي لونه احمر بسبب مين؟ بسبب الهيموجلوبين، مش البلازما كلير. بلازما لونها كلير ولونها اصفر شفاف، اصفر فاتح شفاف. خلاص؟ الار بي سيز بسبب ان هي اكبر كومبوننت من السيلز، هي العدد الاكبر كتير فلونها احمر، فبالتالي عاطي اللون الاحمر. اول حاجه مين؟ الاكسجين. الاكسجين مسك اللون من الحديد. اللون من الحديد، اللون الاحمر الحديد. يعني لو واحد عنده ايون ديفيشنسي يكون لون ابيض. طبعا. طب مش انت بيبقى لو واحد عنده سيفير انيميا بيبقى لونه ايه؟ بيل. ماشي. البالور ده بسبب ان انت خلاص ان انت الدم قليل، الار بي سيز قليل. لو انت واحد عنده سيفير نزف جامد او داخل في شوك هتلاقيه لونه بيل خالص. تمام؟ طيب 98% من الاكسجين بيتشالوا على الهيموجلوبين. فانت في تعريفه بنقول ان ده الشيال بتاع الاكسجين. ماشي؟ ريد هو ريد لونه احمر، اكسجين كارينج بيجمنت، الصبغه الحمراء اللي بتشيل اكسجين. الصبغه الحمراء اللي بتشيل اكسجين، لانه من غيره الاكسجين مش هينفع يوصل للتيشوز. 98% عايز يتشال على الهيموجلوبين. بيتشال على فين يا جماعه؟ بيتشال على الفيروس ايرلين. خلاص؟ الاكسجين مع الهيموجلوبين يدي لك مركب اسمه اوكسي هيموجلوبين. اسمه ايه يا جماعه؟ اوكسي هيموجلوبين. خلاص؟ طيب بيتشال على، انا عايز اطيب، تمسك في الاكسجين في الحديده دي، تمسك بشويش لوزلي اتاتشت كده عشان تشيلها خفيف، يعني تشيلها لغايه ما تروح للتشو وتديها للتشو، ولا عايزها وهي شايلاها تتفاعل معاها وتاكسد الحديد وما تلاقيش حاجه تديها للتشو؟ لا عايز ايه؟ عايز اشيلها بخفه كده، ولا عايزها استخدمها استهلكها فاكسدت الحديد واخليه بدل ما افرز بقى افرك؟ لا ينفع؟ لا. طب ما انا هتاكسد وبعدين هتدي ايه للتشو؟ مش هتدي للتشو حاجه. فاحنا بنقول عليها ان هي بتمسك فيها لوزلي اتاتشد تو اير، الفيروس اير. لوزلي اتاتشد، لوزلي اتاتشد يعني ايه لوزلي اتاتشد؟ ماسكه بخفه او بضعف. خلاص؟ وبنسمي العمليه دي اوكسجينيشن. اوكسجينيشن يعني ايه اوكسجينيشن؟ تهويه. يا دوبك تهويه. ولا اسميها اوكسيديشن؟ لا اوكسجينيشن. اوكسيديشن ده يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني انا الاكسجين حولت بيه الفيروس اير لايه؟ لفيريك اير واستهلكت الاكسجين. يبقى هتجي لي ام اس كيو دي كتير، وده سؤال نظري اساسا. خلاص؟ يبقى اسميه اوكسجينيشن ولا اوكسيديشن؟ اوكسيديشن. اه هنشوف في الاسلايد. اوكسجينيشن لوزلي اتاتشد، عشان والمركب يبقى اسمه ايه اول حاجه؟ اوكسي هيموجلوبين. المركب يبقى اسمه ايه؟ اوكسي هيموجلوبين. طيب الافينيتي بتاعت الافينيتي يعني انا قلت قابليتي للاكسجين. انا شايله ليه قابليه بس ما بتفاعلش معاه. لو التشو عامل اكسرسايز، لو انا عند التشو هنا ادي الكاميلاري، لقيت التشو هنا عامل اكسرسايز، يعني محتاج اكسجين اكتر ولا اقل في الاكسرسايز؟ محتاج اكسجين اكتر. خلاص؟ يبقى خلي الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين وانا بعمل اكسرسايز، افينيتي يعني ان انا امسك فيه، ها؟ افينيتي اكتر ولا اقل؟ اكتر. اكتر امسك فيه اكتر اعدي من غير ما اديله حاجه؟ لا. يعني انا الهيموجلوبين اهو ماشي ماسك فيه الاكسجين ومعدي على التشو، انت بتقول لي افينيتي اكتر. افينيتي اكتر يعني امسكه وارجع بيه تاني. لا افينيتي اقل.
خلاص اقل من افينيتي. اقل افينيتي يعني ايه كلمه افينيتي؟ قابليه او جذب او كده. خلاص انا بعمل اكسرسايز. يعني ايه اكسرسايز؟ يعني انت محتاج اكسجين، محتاج الاكسجين دمانتس بتاعك كتير. خلاص في الاكسرسايز ايه الحاجات اللي تخلي الافينيتي بتاعتي اقل؟ انا في الاكسرسايز ايه اللي بيحصل؟ مش التمبريتشر بتزيد؟ ايوه. ها الاسيد بيزيد ولا لا؟ مش العضلات بتكون لاكتيك اسيد؟ خلاص لان في جزء انيروبيك. خلاص جلايكوليسيس زياده الاسيد يعني نقص البي اتش. مش انا بعمل في المجهود بعمل بكون اسيد. حتى في كلمه انا مش عارف قلتها لكم ولا لا، لايف از اسيدوجينيك. لايف از اسيدوجينيك يعني كل العمليات الحيويه اللي بتحصل في جسمي بينتج عنها اسيد. الاكسرسايز بينتج عنه اسيد، عمليه الهضم وكده واكسده المواد الغذائيه بينتج عنها اسيد. خلاص طول ما انا عايش خلاص انا بكون عمليه التنفس دي بينتج عنها كربونيك اسيد. خلاص فانت بيتكون اسيد، الاسيد ده نقص البي اتش يعني او زياده عشان يبقى كله زياده. زياده التمبريتشر وزياده الهيدروجين اير وزياده السي او 2 صح؟ وزياده مركب، وزياده مركب اسمه 2 و3 باي فوسفوجليسيريد. 2 و3 باي فوسفوجليسيريد، الجليسيريد ده مركب فيه 3 كربونات. خلاص؟ بتيجي في الكربونه رقم 2 ورقم 3 تمسك مجموعه ايه؟ فوسفيت. خلاص يبقى ده 1 2 3 يبقى ده هو الجليسيريد. الجليسيريد كان فيه 3 كربونات اهو. خلاص حطيت فوسفيت في المجموعه الثانيه والثالثه يبقى اسمه داي مجموعتين 2 و3 داي فوسفو جليسيريد. ده بينتج من الميتابولايتس ماشي عمليات الايض اللي بتحصل في الار بي سيز. خلاص مش الحاجات دي كلها بتحصل مع الاكسرسايز؟ زياده التمبريتشر وزياده سي او 2 وزيادة 2 و3 داي فوسفوجليسيريد وزيادة الهيدروجين. انا قلت زيادة الهيدروجين ما قلتش ليه نقص البي اتش عشان يبقى كله زيادة. انا عارف اما بعمل اكسرسايز بيزيد التمبريتشر درجة الحرارة، بيزيد الاسيد خلاص، بيزيد ها ثاني اكسيد الكربون، بيزيد 2 و3 داي فوسفوجليسيريد. وكل العوامل دي بتعمل ايه في الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاكسجين؟ هتقللها. تقللها. والعكس صحيح، لو انا دلوقتي انا فرست وفرست وانا مش عامل اي مجهود خلاص ها مفيش تمبريتشر قليل، درجه حراره قليل، الاسيد قليل، ثاني اكسيد الكربون قليل، 2 و3 داي فوسفوجليسيريد، الافينيتي بتاعته خلاص ما اديش للتشو، ارجع بي مش ضروري ادي للتشو. خلاص يبقى ده اول تفاعل. ثاني تفاعل، تفاعل ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون ما بيمسك في انهي حته من الميوكيول؟ بيمسك في البوليبوبتايد تشين. في انهي، امين ولا كربوكسيل؟ لا بيمسك هنا. عشان كده سميته ها كاربا ماينو هيموجلوبين. سميته ايه؟ كاربا جايبا من كاربون دايكسايد، امينو لان هو بيمسك في الامين اند ها كاربا ماينو هيموجلوبين. يبقى التفاعل الثاني، التفاعل الثاني ايه؟ ثاني اكسيد الكربون مع مين يا شباب؟ مع الهيموجلوبين. بيمسك في نفس المكان؟ لا مع لا كاربا ماينو بيبتايد. كاربا ماينو، كاربا ماينو هيموجلوبين، انا اسف، كاربا ماينو هيموجلوبين. انا عايز اقول بس حاجه قبل ما امشي من الاكسجين. المولكيول الواحد من الهيموجلوبين يشيل لي كام ذره، كام مولكيول من الاكسجين؟ المولكيول بتاع الهيموجلوبين يشيل كام واحده من الاكسجين؟ انا لسه ايه؟ اربعه. اربعه طبعا. ما هو الهيموجلوبين المولكيول الواحد ها فيه اربعه هيم، ففي اربعه فرقه صغيره، فيمسك كل واحده تمسك في واحده، تمسك في اربعه مولكيول. خلاص لو جبت جرام كامل، جرام بقى بالوزن مش بالعدد، جرام من الهيموجلوبين، جرام هيموجلوبين يمسك قد ايه كميه اكسجين؟ يمسك 1.33 ملي اكسجين. يمسك 1.33 ده الرقم ده يتعرف. الهيموجلوبين جرام يمسك في 1.3، لكن الجرام الواحد مولكيول الواحد يمسك في كام مجموعه، في كام مولكيول من الاكسجين؟ اربعه. اربعه. في حد عنده اي مشاكل يا جماعه؟ طيب التفاعل الثالث مع الكربون مونوكسيد، مع الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد يا جماعه بينتج من الاحتراق الغير كامل بتاع اي حاجه، اي وقود احترق احتراق غير كامل يطلع لك. عارفين الدخان اللي بيطلع من عدم السيارات والموتوسيكلات وانت بتحرق حاجه ولو في سخان غاز او كده، اي دخان كربون مونوكسيد. خلاص كربون مونوكسيد مش نسمع ان حد مثلا كان في دوره الميه ياخد دش والسخان وحصل له اختناق؟ ها حصل له اختناق ليه بقى؟ نتيجه الكربون مونوكسيد ده ماشي يعمل لك حاجه اسمها كربون مونوكسيد بويزنينج.
عملنا ايه يا جماعه؟ كربون مونوكسيد بويزنينج، تسمم بالكربون مونوكسيد. ليه؟ لان الكربون مونوكسيد ده بيمسك في نفس المكان بتاع الاكسجين، نفس مكان الاكسجين خلاص، وبينتج عنه مركب اسمه ايه؟ ده اسمه اوكسي، مش اكسجين زائد هيموجلوبين كده اسمه اوكسي. كربون مونوكسيد زائد هيموجلوبين لا اسمه كربوكسي هيموجلوبين. اسمه ايه يا جماعه؟ حد يتلخبط يقول لي كربوكسي هيموجلوبين دي هي بتاعت الكربون دايوكسيد؟ لا، الكربون دايوكسيد ما بيمسكش في الحديد اساسا، ده بيمسك في الامين جروب بتاعت البوليبيبتايد شين واسمه كربامينو هيموجلوبين خلاص، ده اسمه كربوكسي هيموجلوبين. طيب انت بتقول لي المكان ده الكرسي ده اللي هو المكان ده ممكن يمسك فيه الاكسجين وممكن يمسك فيه الايه؟ لا 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 ايوه الكربون مونوكسيد ماشي، بس لا التنافس مش شريك مش زي بعض، التنافس مش زي بعض خلاص. هنا الكربون مونوكسيد الافينيتي بتاعته 200 ل 210 مره قد الافينيتي بتاع ده. يعني انا لو تعرضت لكميه كبيره من الكربون مونوكسيد هيعمل لي ديسبليسمنت، هيشيل لي كل الاماكن اللي متشال عليها خلاص ومش هيشيل اكسجين، وممكن يؤدي الى ايه؟ دس، ممكن دس فعلا واختناق لو انا تعرضت لكميه كبيره من الكربون مونوكسيد. التفاعل الثالث ان انت الهيموجلوبين ده لو عرضته لماده مؤكسده اوكسيدايزنج ايجنت، اوكسيدايزنج ايجنت ماده مؤكسده زي الهيدروجين بيروكسيد كمان مثلا، هيحول الحديد ده ها من الحديد من الفرس يخليه فرك، وبدل فرك ما يعرفش يشيل اكسجين. وعلى الفرك يبقى لونه احمر احمر كده يعني احمر فاتح كده، لا هيبقى دارك دارك يعني احمر يميل الى زرقان كده خلاص، فده اسمها ميت هيموجلوبينيميا. لو انا تعرضت لاكسيدايزنج ايجنت اسمها ميت هيموجلوبينيميا خلاص، هيحصل ثلاث تغيرات، الفيروس هيبقى ايه؟ فرق ومش هيقدر يشيل اكسجين، ثالث حاجه ان اللون يبقى دارك خلاص. طيب انا في الاحوال العاديه في كميه هيموجلوبين عاديه انا نتيجه اكسيدايزنج ايجنت انا ممكن اخدها في الاكل او تتكون في التفاعلات اللي انا باخدها او المواد الكيميائيه اللي بتدخل جسمي خلاص، ممكن شويه يحصل لهم ميت هيموجلوبين خلاص. لكن انا في الطبيعي بيبقى عندي انزيم اسمه ناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز، اسمه ايه؟ ناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز، يعني بيختزل ويرجعه ماشي، يرجعه لك من ميت هيموجلوبين يرجعه لك لايه؟ لهيموجلوبين. في ناس عندها ديفيشنسي في الانزيم ده، يحصل ايه لو انا عندي ديفيشنسي؟ لو انا عندي ديفيشنسي ميت هيموجلوبين تفضل تزيد تفضل تزيد وما ترجعش، يحصل لي انيميا، يحصل لي ميت هيموجلوبينيميا، حاجه اسمها ميت هيموجلوبينيميا. يبقى انا الرياكشنز مع الهيموجلوبين كام رياكشن يا شباب؟ اربعه رياكشن. فيهم اي مشاكل؟ طيب الفانكشن بتاع الهيموجلوبين بقى ده سؤال مهم. الفانكشن بتاع الهيموجلوبين اول حاجه ان هو بيعمل ايه؟ ترانسبورت اكسجين. سبورت بتاع الاكسجين، ترانسبورت بتاع مين؟ ثاني اكسيد الكربون. بس ثاني اكسيد الكربون 11% بس اللي بيتشال على الهيموجلوبين 11%، لان انا قلت النسبه الاكثر من ثاني اكسيد الكربون بيحصل لها ايه؟ حد شاطر يفكرني. ثاني اكسيد الكربون بيحصل لها ايه؟ يطرح الزفير. لكن ازاي تتنقل من التشو للنج؟ ازاي ان هي بتتفاعل مع الميه؟ تتفاعل مع الميه تتكون كربونيك اسيد وينحل، لكن اللي يتشال كده في صورته زي ما هو كده ها مع الهيموجلوبين كام في المية؟ 11%. فهو مش شيال زي مش انا لما جيت في تعريفه قلت ان هو ريد بيجمنت شيال للاكسجين وثاني اكسيد الكربون؟ لا انا قلت شيال للاكسجين 98%، لكن ثاني اكسيد الكربون لا يعرف يتصرف من غيره، ده نسبه صغيره 16% بس اللي بتتصرف عن طريقها وبتمسك زي ما هي كده في الايه؟ الهيموجلوبين. يبقى الفانكشن ترانسبورت بتاع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ثاني حاجه ان هو بفر، بفر اي بروتين عندي بفر. يعني ايه بفر؟ بفر يعني ايه بفر؟ لما تحط حاجه تقول ان انا حاطط الحاجه دي بفر، يعني ايه بفر؟ حمايه تحافظ على البي اتش ماشي؟ ما يحصلش تغيرات كبيره في البي اتش. اي بروتين عندي بفر. الهيموجلوبين بقى بفر قوي، ليه الهيموجلوبين بفر قوي بالنسبه للبلازما بروتين؟ لان انت البلازما بروتين لما اجي اعرف كميتها اقول ان هي من 7.2 من 10 ل 7.4 من 10 جرام بالديسي لتر، يبقى تقريبا النص. لانه يعني اكتر من بلازما بروتين، الكميه اكتر من بلازما بروتين. تاني حاجة إن أنت في كل هيموجلوبين في 38 هيستيدين. هيستيدين ده أمينو أسيد. 38 هيستيدين يعني كمية كبيرة من الهيستيدين، والهيستيدين ده مسؤول عن البفر. خلاص شباب؟ يبقى مهم بسبب حاجتين، أول حاجة
ترانسبورت اكسجين. اول حاجه لا انا بقول الهيموجلوبين ليه مهمه كبفر اكتر من البلازما بروتين بست مرات ست مرات ست مرات ست تايمز اكتر من البلازما بروتين. ليه كميته اكتر من البلازما بروتين؟ ها وفي امينو اسيد مهم اللي هو اسمه ايه؟ استدين. خلاص شباب. طيب في حد عنده اي استفسار؟ لا ده اللهم خمس دقايق وناخد بعد كده 10 دقايق لسه بعد كده المحاضره الثانيه ان شاء الله. لا قصدي الموضوع اللي زي فاضل خمس دقايق. دكتور الكربون لو ممكن تعيد الكربون داخل الار بي سي شلون الكربون ثاني اكسيد الكربون شلون يتم اخذ؟ يمسك في البولي بطالة شيء. طيب يبقى اسمه كارب امين هوموجلوب. ايوه لا يم يرتبط مع ال H2O مع الماء. إيه؟ لما يرتبط مع الماء اي تكتب نشوفها دلوقتي نشوفها في انا كتبتها على السبوره بس اوريها لكم تاني. خلاص احنا اللي بيحصل لما بيكسر بقى الهيموجلوبين بيكسر في هيم وجلوبين. صح الجلوبين ده اللي هو جزء البروتين اللي 4 بولي بيطلع شيء بيكسروا الامينو اسيد ويروحوا يختزنوا في مين؟ في الليفر. خلاص يروحوا يختزنوا في الليفر وبعد كده الليفر يوديهم للبون مارو عشان نصنع ار بي سيز نيو ار بي سيز وليه استخدامات كتيره طبعا البروتين اللي مختزن في الليفر. طيب بعد كده بعد الهيم جلوبين في هيم بقى الهيم يطلع منها الفرس اير ويروح يختزن برضه فين؟ في الليفر. طب البروتوبورفيرين رينج بقى الحلقه عم باخد منها الحديد اسمها بروتوبورفيرين رينج. خلاص الحلقه دي بتدي بلوروبين بتدي ماده اسمها ايه؟ بلوروبين. البلوروبين ده زيادته في الدم يعمل لك مرض اسمه جوندس. جوندس مش تلاقي ولد حد عنده عينيه صفرة كده والجلد بتاعه اصفر بسبب ده نتيجه تكسير الزياده لو انت الار بي سي بتتكسر بسرعه فبالتالي كميه البلوروبين تزيد عندك فيجي لك هيموليتك انيميا ويجي لك هيموليتك ايه؟ جوندس. طبعا اكتر الار بي سي بتتكسر في الاسبرين شكلها ايه؟ باي كونكيف ها والاستيك تمام. اما بتتكسر دي هيماتوسايتس يروح عندها الحديد اهو يروح عندها الامينو اسيدز هنا وده الاندوسيليم الريتيكولو اندوسيليم سيستم اللي هو جزء منه الاسبرين ده بيكسر الار بي سيز ويطلع مكوناتها ويوديها. طيب الريسوسايت الكومبوننتس بتاع اولا سيمي بيرميبل وبلاستيك الكلام بقى قلنا كله هيموجلوبين وبوتاسيوم وكربونيك هيدريز ومفيش كذا وكذا وكذا المولوكيولار ويت بتاع الهيموجلوبين كذا ما يتخفصش كونسنتريشن حوالي الدلتا 34% الاعداد بتاع الكميه بتاعته في الادلت ميل والادلت فيميل والنيو بورن. النيو بورن يا جماعه 19 ليه هو اكتر من الميل والفيميل؟ حد شاطر يقول لي سايبوكس يا برافو لان انت الولد الصغير ده هو في البر بيبقى في حاجه اسمها ريلاتيف انترايوتراين هايبوكس ريلاتيف انترايوتراين هايبوكس فالتيشوز بتاعته مش رايح لها اكسجين كفايه الجسم بتاعه يفتكر ان ده بسبب نقص مين؟ نقص الار بي سيز فيصنع ار بي سيز اكتر فبالتالي كميه الهيموجلوبين تبقى ازيد. الاستراكشر بتاع كل هيموجلوبين فيه كام سب يونت؟ 4 سب يونت تقريبا 4 سب يونت دي الملفوفه دي على اللفه دي اسمها ايه؟ بولي بيبتايد تشين. ده مين ده؟ الهيم اهو ده سنترال فيروس اير شايفين الرنج دي؟ الرنج دي الثانيه الرنج دي الثالثه الرنج دي الرابعه الاربعه دول اسمهم ايه؟ كل واحده اسمها بايو رنج الاربعه على بعض ده اللي يهمني اسمها بروتوبورفيرين رنج وادي الفيروس اير اللي في النص. خلاص وبعد كده البولي بيبتايد تشين تيجي تلف حواليها اهو. طيب انا عندي كام الفا وكام بيتا؟ 2 الفا و2 بيتا وده يبقى اسمه هيموجلوبين اهو 2 الفا و2 بيتا وده هيموجلوبين ايه؟ هيموجلوبين اف 2 الفا و2 جاما واقول لك كلام فايدته فانكشن بتاعتي ها اول حاجه كارج للاكسجين وثاني اكسيد الكربون ثاني حاجه بفر ست مرات اكتر من البلازما بروتين لان كميتها اكتر وفيها استدين كتير. خلاص يا شباب؟ لو ذاكرنا المحاضره النهارده ان شاء الله نلاقينا حافظينها. خلاص كيميكال رياكشن بتاعت الهيموجلوبين مع اكسجين يديني ايه اوكسي هيموجلوبين دوز دي اتاتشت والعمليه دي اسمها اكسجينيشن والجرام يشيل 1.33 من 100 لكن المولوكيول يشيل كام واحده؟ اربعه برافو عشان ما اتلخبطش فيه. الافينيتي بتقل امتى؟ زياده ثاني اكسيد الكربون زياده التمبريتشر زياده الهيدروجين زياده 2 و3 دايفوس وكلسريت
التفاعل الثاني كربون ديوكسيد مع الهيموجلوبين كاربوماين، هل هو بنفس الاهميه اللي يشيل الاكسجين؟ لا 10% بس ملوش اهميه. كربون مونوكسيد بيمسك في نفس المكان بتاع مين؟ الاكسجين، والمكون اسمه كاربوكسي هيموجلوبين. خلاص ميت هيموجلوبين اما تتعرض لاكسلايزنج ايجنت يتاكسد الحديد ما يقدرش يشيل، خلاص لونه يبقى غامق. انا عندي انزيم اسمه ناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز يختزل ويرجعه. لو انا ما عنديش خلاص يجي لك حاجه اسمها ميت هيموجلوبينيميا وانيميا. اب نورمال هيموجلوبين زي ما قلت الثلاسيميا وسيكل سيل ايه انيميا. انيميا اي دي شكل السيكل سيل انيميا اللي هي انيميا الخلايا المنجليه اللي هي تحت. طيب الفانكشن بتاع الار بي سيز يا شباب، الفانكشن بتاع الار بي سيز، احنا قلنا الفانكشن بتاع الهيموجلوبين، الفانكشن بتاع الار بي سيز في حاجتين. اول حاجه في السيل ممبرين بتاعها، السيل ممبرين بتاعها بيحافظ على مين؟ على الهيموجلوبين جوه الخليه، لان الهيموجلوبين جوه الخليه ده يعمل لي مشاكل. انا عارف مين الفلتر بتاعي بتاع البلازما بتاع جسمي، البلازما بتاع جسمي ايه اللي بينقيها باستمرار، ايه الاورجان اللي بينقي البلازما بتاعتي زي الفلتر بتاع الحنفيه ده عشان ينقي ميه نظيفه؟ الكدن. برافو برافو يا نواف. الكدن ما بتفطر الرينال تريبيولز ما بتعديش الار بي سي عشان حجمها كبير، عشان حجمها كبير. لكن انت دلوقتي لو الهيموجلوبين طلع، الهيموجلوبين طلع وقال الرينال تريبيول هي ادي انبوبه اهي من الرينال تريبيول، الار بي سي حجمها كبير هي تنفع تعدي من البورزي؟ لا. طب الهيموجلوبين لو طلع، الهيموجلوبين لو طلع بقى هيعدي خلاص، يلاقي اتش سي ال هيتفاعل معاه يعمل لك حاجه اسمها اسيد هيماتين، والاسيد هيماتين يسد لك الرينال تريبيول، اما الرينال تريبيولز كلها تتسد يحصل لي ايه؟ رينال فيلير. برافو رينال فيلير. يبقى دي اول مشكله هيعملها لي الهيموجلوبين لو طلع. تاني حاجه الهيموجلوبين لو طلع، واحنا عارفين ان هو فيه جزء بروتين، هيزود الفيسكوزيتي بتاع الدم، هيزود الفيسكوزيتي اللي زوجه. انا حمل اكتر على القلب ان هو يضخ حاجه زي العسل ولا هتضخ حاجه زي الميه؟ انا الحمل اكتر العسل. عسل. يبقى لو اللزوجه قلت ده تمثل لود على الهارت، وممكن تعمل لك هارت ايه؟ هارت فيلر. نفس الكلام ان هي هتزود الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما، وتزود الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما تؤدي برضه زياده اللود على الهارت وتعمل ايه؟ هارت فيلر. يبقى ده فايده السيل ممبرين ان هو بيحافظني على الهيموجلوبين جوه الار بي سيز، لان هو لو طلع هيعمل لي مشاكل 1 2 3. طيب الكونتنتس بتاعتي، انا قلت الكونتنتس بتاعتي المهمه مين؟ الهيموجلوبين مهم، وانا قلت الفانكشن بتاع الهيموجلوبين كذا وكذا. تاني حاجه ان في كربونيك انهيدريز انزيم، كربونيك انهيدريز انزيم ده بيعمل ايه؟ بيحفز التفاعل بين السي او 2 والميه، يحفز التفاعل بين السي او 2 والميه خلاص، فيخلي تشيل الار بي سي تشيل ثاني اكسيد الكربون اكتر من التشو وتوديه للميه. تالت حاجه ان في انزيم اسمه ميت هيموجلوبين ريدكتيز، لسه فاكرينه ميت هيموجلوبين ريدكتيز ده بيعمل ايه؟ اللي بيختزل الميت هيموجلوبين لو اتحول عندي في جسمي ميت هيموجلوبين ارجعه تاني ايه؟ هيموجلوبين. وليه اهميه؟ ده الفانكشن بتاع الار بي سيز مهم. يبقى احنا خدنا الرياكشن بتاع الهيموجلوبين مهم، الفانكشن بتاع الهيموجلوبين مهم، الفانكشن بتاع الار بي سيز كله مهم. خلاص؟ هنيجي ناخد كام سلايد كده بسرعه اهو التفاعل اللي كنا بنسال عليه. خلاص؟ او ثاني اكسيد الكربون من البلازما دخل جوه الخليه، ثاني اكسيد الكربون مع ميه، كربونيك انهيدريز انزيم، كربونيك اسيد، كربونيك اسيد هينحل باي كربونيت وهيدروجين ايون. الهيدروجين ايونز دي لو فضلت زي ما هي هتزود الاسيديتي، هتعمل خلل في البي اتش، صح؟ ما هو اهو بفر فانكشن، شايفين نمره 5 دي البفر. الهيدروجين ايونز اللي كانت سايبه لوحدها كده وايونز خلاص راحت اتشالت على الايه؟ على الهيموجلوبين وضيعت الشحنه بتاعتها، يبقى انت كده بفر. بفر يعني اهو الهيموجلوبين، مش انا الهيموجلوبين فانكشن بتاعته اللي هو بيعمل بفر. بفر يعني ايه؟ لو انا عندي هيدروجين ايونز سايبه كده مش ماسكه في حاجه يمسكها ويضيع الايه؟ الشحنه بتاعته. وعند اللنج ينعكس يعني التفاعل تاني ويخرج ثاني اكسيد الكربون وايه؟ وميه. في حاجه اسمها اريثروبويسيس يا جماعه. اريثروبويسيس خدناها في الهيستولوجي؟ فورميشن اوف ريد بلاد سيلز جديده. بتصنع فين؟ في الفيتس، بتصنع في الليفر وفي الاسبرين. جنين. طيب بعد الولاده لغايه الادلت وود يعني من ساعه ما اتولد لغايه بتصنع في البون مارو بتاع كل البون. ممبرنس بون زي بتاع السكال وبتاع الريبس وبتاع البلفس واللونج بونز. طيب بعد ما وصلت الادلت وود بتتصنع في الاندز بتاعت اللونج بونز بس النهايات بتاعت اللونج بونز. خلاص شباب؟ طيب ايه الحاجات اللي انت عايز ايه عشان تصنع ار بي سيز؟ مين اهم ستيمولس عشان يصنع لك ار بي سيز؟ انا ليه الطفل الصغير ده كان عنده ار بي سيز اعلى؟ هايبوكسيا اهم مؤثر. الهايبوكسيا اهم حاجه،
هايبوكسيا عشان اصنع ار بي سيز ذا بيست ذا موست ستيمولس خلاص عشان اعمل انسولين بوست هو مين هايبوكسيا هايبوكسيا اول هايبوكسيا طبعا الجسم بيترجم ده ان انت ما فيش ار بي سيز مين هو الريد اوكسجين كارينج بيجمنت الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده موجود في الار بي سيز يبقى انت ما عنديش اكسجين يبقى انا ما عنديش الشيال يبقى انا ما عنديش ار بي سيز يبقى انا اصنع ار بي سيز خلاص هايبوكسيا طيب هايبوكسيا دي الهايبوكسيا بتطلع يا جماعه هرمون اسمه إريثروبويتين مش بروتين إريثروبويتين الإريثروبويتين ده بيطلع 85% من الهرمون ده بيطلع من الكلى عشان كده العيانين اللي عندهم رينال فيلير عندهم سيفير انيميا ما بيستناوش ار بي سي لان الهرمون ده اساس التصنيع الار بي سي فتلاقيه بياخد حقن خلاص يبقى انت عشان تصنع بص يا جماعه انا بيبقى عندي خلايا جذعيه خلايا جذعيه دي اللي هي اسمها ستيم سيل احنا عارفين الستيم سيلز فيها كلام كتير عن الخلايا الجذعيه ان انت لو عند حد عنده انجري في اي مكان او عنده مثلا ليفر فيلير خلاص ان انت ممكن تاثر على الخلايا الجذعيه دي وخليها تدي ليفر خلاص اثر مثلا على الخلايا الجذعيه دي وخليها تدي نيرون لان انت في الاصل في الفيتال في الفيتال ماتوريشن كل الخلايا بتاعت الفيتاس وكل الخلايا بتاعت جايه من ستيم سيلز واحده ها اختلفت باختلاف المواد اللي شغاله عليها فانت مثلا هيجي مثلا الستيم سيلز دي خلاص اشتغل عليها الإريثروبويتين ها راح خلاها خلاص انت روح اعمل لي ار بي سي خلاص وبنخلي دي الستيم سيلز دي اسمها إريثروبويتين سنسيتيف ستيم سيلز يعني ستيم سيلز حساسه لمين الإريثروبويتين اول ما الإريثروبويتين يطلع خلاص يخلي الخلايا دي تعمل ار بي سي ار بي سي تفضل تنقسم بيبقى الاول فيها نواه اسمها برو نورمو بلاست وبعد كده نورمو بلاست لغايه قبل ما تخرج خالص اسمها ريتيكولوسايت ريتيكولوسايت لان هي بتبقى عامله خلايا شبكيه كده لان انت فيها النواه والنواه لسه فيها ريمينانس فيها بقايا من النواه وبقايا من الرايبوزومز لسه ما خلصتش منها بعد ما تخلص منها خالص خلاص تبقى اسمها ماتور ار بي سي خلاص شباب طيب يبقى احنا عندنا اهم حاجه لتصنيع ار بي سي مين إريثروبويتين او إريثروبويتين إريثروبويتين اللي هو بيحفز عمليه الانقسام بتاعه الار بي سي لغايه ماتور ار بي سي مهمه جدا اول حاجه الهايبوكسيا زي ما انا قلت الهايبوكسيا على طول بتطلع مين إريثروبويتين الإريثروبويتين ده 85% بيطلع من الكدني و15% بس بيطلع منين من الليفر لان الار بي سي كاونت لما بتقل الهيموجلوبين بيقل الاكسجين كارينج كاباسيتي القدره على ان تشيل الاكسجين تقل التشو والاكسجين اللي راح للتشو قل خلاص ودي هايبوكسيا والهايبوكسيا تطلع إريثروبويتين الإريثروبويتين يروح للبون مارو ويحفز عمليه تصنيع الايه؟ ار بي سي الهايبوكسيا دي فيسيولوجيكال امتى؟ نقص الاكسجين تنشن في الهاي التيتود لو انا طلعت فوق جبل او زياده الاكسجين ديماند زي واحد بيلعب ماتش كوره او باثولوجيكال بقى ايه الباثولوجيكال بقى؟ مرضي هايبوكسيا مرضيه هايبوكسيا مرضيه بسبب ايه؟ مشكله في اللنج اللنج فيه لنج ديزيز هيموريدج الدم قليل فعلا او اللنج فيه مشكله او فيه مشكله في الهارت الهارت مش قادر يضخ الدم فمش قادر يوصل الار بي سي للخلايا خلاص او مشكله في الدم او مشكله في الهارت او مشكله في ايه؟ في اللنج زي ما قلت الإريثروبويتين ده تركيبه جلايكوبروتين هرمون 85% في الكدني و15% في الليفر فالفيتوس بيتصنع معظمه في الليفر. طب الإريثروبويتين بيمسك في السبيسيفيك ريسبتور في الستيم سيل اللي هي اسمها ستيم سيل حساسه للإريثروبويتين ويزود الانقسام بتاعها ويزود عددها. خلاص يا شباب؟ ايه الحاجات اللي بتزود الإريثروبويتين؟ الهايبوكسيا برافو اول حاجه الهايبوكسيا والاندروجين الهرمون الذكوري خلاص احنا قلنا الميل اكتر من الفيميل والكوبالت حاجه اسمها الكوبالت والادينوزين خلاص والسمباثيك سمبثات الكاتكولاميز اللي هم الادرينالين والنورادرينالين طبعا في عمليه الستريس انا بلعب ماتش كوره او انا مثلا واحد في حرب بقى له خمس ايام ولا اسبوع ولا اي حاجه طبعا بيزود تصنيع الار بي سي لان هو في حاله ستريس الكاتكولاميز بتزود العكس بقى في ماده اسمها ادينوزين انتاجونست ادينوزين انتاجونست ادينوزين بتزود ادينوزين انتاجونست وسايوفيلين سايوفيلين ده في الشاي مش يقول لك ما تشربش شاي كتير عشان الشاي كتير بيحرق الدم يا اخي ما بتشربش شاي كتير عشان بيعمل انيميا فعلا لان في ماده بتقلل تصنيع الايه؟ الار بي سي يبقى انت عشان تصنع ار بي سي اول السيمولس هايبوكسيا والرول بتاع الإريثروبويتين الإريثروبويتين ده ممكن يجي سؤال او يقول لك الرول بتاع الهايبوكسيا في الإريثروبويتين ماشي وعايز مصنع سليم
ومخزن سليم. مين المصنع سليم؟ البوم مارو. لو انا تعرضت لاشعاع ذري، لو انا تعرضت لاكس راي، هل البوم مارو هيحصل له هيصنع؟ لا فيحصل له انيميشن او سفريشن، ودي بنسميها بلاستيك انيميا. بلاستيك انيميا يعني مفيش تصنيع. خلاص ده لو عايز هيلثي بوم مارو، وعايز هيلثي مين؟ ليفر. لان الليفر بيصنع مين؟ الليفر بيصنع مين يا شباب؟ بيصنع ايه؟ بروتين. برافو. خلاص وبيصنع ها، وبيختزن مين؟ بيختزن الحديد. حديد ايه؟ وبيختزن الايرون، وبيصنع الجلوبين، وبيصنع ها ايه؟ بروتين. الاسبلين بتكسر الار بي سي، تكسر. بعد ما تكسر الحديد يروح للليفر، البروتين يروح للليفر. خلاص. طيب يبقى انت عشان تصنع عايز ايه؟ بروتين. عايز ايه؟ تمام. عايز مصنع سليم، وعايز مخزن سليم، ها، وعايز دايت، وعايز فيتامين، صح؟ انا هنفع اصنع من غير دايت، من غير امينو اسيد، يكون هاي بايولوجيكال فاليو كمان، يبقى فيه الامينو اسيدز اللي انا عايزها، ها. هل ينفع من غير الفيتامينز؟ زي ايه الفيتامينز اللي انا عايزها؟ فيتامين اي وفيتامين سي وبي 12. بي 12 لان هو بيعمل بيتحكم في الدي ان اي، وعملية الانقسام وعملية الماتوريشن بتاع، مش هيحصل عملية الانقسام دي وعملية الماتوريشن بتاع الار بي سيز الا في وجود فيتامين بي 12. وعايز تريس اليمنت، تريس اليمنت زي مين؟ زي الكبر. وطبعا عايز الاير. خلاص شباب، يبقى انا لازم دايت وعايز فيتامين، يبقى ده. وعايز هرمون. الهرمونز الاساسي مين؟ الاسبوتين. سبيسيفيك، ده سبيسيفيك. في نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ الاسبوتين يعني هو هرمون طالع ما بيعملش حاجه غير ان هو بيصنع مين؟ ار بي سي. نون سبيسيفيك يعني هرمونات بتعمل اكشن، بس اكشن اضافي، ان هي بتزود تصنيع الار بي سي. زي مين؟ حد شاطر يقول لي؟ اندروجين. خلاص. وكمان الثايروكسين او الثايرويد هرمون والكورتيزون. خلاص يا شباب، يبقى دي الهرمون، وبعد كده دي الفيتامينز، فيتامين بي 12 والمينرالز والبروتين، وكل دول باخدهم فين؟ في الدايت. خلاص يا جماعه، اخر سلايد اللي انا عايزها دي. طب ايرن بقى، من احنا بنتكلم عن ايرن بالتفصيل والكلام ده مش عايزينه. خلاص ناخد 10 دقايق ريست كده، وبعد كده ولا نكمل 10 دقايق.